والله بص، انا في واحد انا نفسي اعمل عمل بطولته جدا، ومتحمس اني عمل من بطولته انا هظهر فيه امكانياتي بشكل كويس جدا. هو ممثل مش سهل خالص، ممثل مهم جدا، احمد مالك. احمد مالك يمتلك موهبة تمثيلية مش جيدة او ممتازة، هي فذة. احمد مالك ممثل فاز. مش ده اللي بابا شاف صورتكم مع بعض عشان كده اتخانقتوا؟ احمد حساس وعنده استيعاب درامي وموهبه، مش مجرد موهبه عاديه. انا بشوف ان احمد مالك لو اتحط في المناخ السليم المظبوط مع الصناع المظبوطين، بعيد عن الحاجات اللي هي، مش هقول المهرجانات لان المهرجانات فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه، بس في مدرسه كده انا مش فاهمها، في مدرسه كده في الفن انا ما بفهمهاش، ليها سكه كده انا مش عارف هي مهرجانات ما بتكسبش في المهرجانات، ولا هي كوميرشال هي مش جماهيريه، ولا هي لجمهور انا ما اعرفوش، وهو الجمهور ده نفسه مش عارف ان الحاجات دي ليه، واللي بيقدمها هو مش عارف انهي جمهور، واللي بيتفرج عليها هو فاكر ان هي الجمهور تاني غيره، واللي بيتفرج عليها التاني الجمهور التاني غيره دوت ما بيتفرجش عليها، فهي حاجات مش لحد. هو الفكرة ان في نوعية كده لا منها مهرجانات ولا منها كوميرشال، واقفة في النص كده، انا يعني مش عارف لها اسم معين. المنطقة دي بتأخر الفنان، بتأخر الفنان، والمنطقة دي دايما مش عارفة تجيب شكل البرودكشن بتاعها، مش عارفة تجيب نجم كبير ولا عارفة تقدم وجه جديد، فبتشتغل دائما وأبدا بأنصاف النجوم، لأن شكل النص وشكل تركيبته الإنتاجية وشكل ملابساته وظروفه الإنتاجية مش هيوافق عليها نجم كبير ولا مخرج كبير ولا منتج كبير ولا وانت هتبقى عايز تبيع نص بيعة، فمش هتعرف تقدمها بحد وجه جديد، لان انت مش بتعمل انفستمنت، انت عايز تتشعلق في الناجح، فبتطلع منطقه كده. والله انا فعلا انا ما درستهاش، انا مش عارف لها اسم. فالمنطقه دي بقى ايه، ما بتاخد مثلا حد زي احمد مالك او حد زي عنده بوتنشال زي احمد داش او كده، وتروح بيه في المناطق اللي هي لا هي جماهيريه ولا هي بتنجح في على مستوى المهرجانات والجوائز، بتقف بيه على السلم، فبتعطل موهبه مهمه، والموهبه دي لا سيبها للكوميرشال. العمل الفني من وجهه نظري هو للجمهور.